اخش في الموضوع على طول. لسه جاي انا لقيت صديق واخ عزيز بعت لي الفيديو بتاع السيد صالح بيع عبود، قلت كويس نفتح الفيديو ونشوف ايه اللي فيه مع بعض. انا مشاهدينا الكرام على المباشر، صالح بيع عبود المكلف بالاعلام على مستوى المنتخب الجزائري الاول، اهلا بك صالح وصحة طولك. وفعلا استاذ بينس تفضل. الجديد يعني الكل ترقب يوم 21 ابريل، ضعنا فيها الصوره وضع المشاهد الكريم فيها الصوره ايضا. الله فعلا احنا كلنا كنا مستنيين يوم 21 يجي عشان خاطر القرارات، يلا بقى نسمع القرارات، وقاعدين لحد الساعه 1 بالليل ومفيش قرارات، اللي هو ايه يا جماعه يمكن 21 بتاريخ تاني. للتوضيح بس باش نخشوها. اتفضل. رد على السؤال اللي انت بتقوله، انت مصري ايه دخلك بحوار الجزائر؟ ما تروح تشوف ملف مصر. اقول لك ملف مصر احنا مخلصينه مع بعض من امبارح، والفيفا سربت كده بيانات حوالين القرار بتاع مباراه مصر والسنغال، اغلبها هي تغريم المنتخب السنغالي 100,000 فرنك او تقريبا 200,000 فرنك ومباراتين من غير جمهور، يعني انا لا مؤاخذه يعني ملف خلصان ومن غير شياكه. دي حقيقة. زي الميعاد كان اليوم ورد هيكون بعد. والله وارد ممكن. ويا ريت يطلع حاجة إيجابية. أتمنى والله تكون حاجة إيجابية في النهاية. سؤال مهم. هو سؤال وجيه ولكن في نفس الوقت انا كنت عندي حتى رد، يعني ما عندي حتى جواب حول هذا الموضوع. هل لجنه الانضباط هي اللي حتى تنظر في الملف، ام بعد ما رسمنا الفيفا مره ثانيه هل لجنه التحكيم هي التي ستدرس، ام اللجنتين يعني لحد الان لم تاتينا اي لم ياتينا اي جواب في احيه؟ انا بجد والله احيه. يعني انتوا بعتوا للفيفا ومش عارفين انهي لجنه هي اللي هتبت في الملف، لجنه الانضباط او لجنه التحكيم؟ انا نهار اسود ومنايل ب 60 نيه. لا والله بجد اللي هم مين اللي هيبس، لجنه الانضباط ولا لجنه التحكيم؟ لا والله انا مش عارف، مش عارف ازاي يا عمي، مش انت المتحدث الاعلامي باسم الاتحاد الجزائري؟ يا نهار اسود ومنايل، متحدث اعلامي مش عارف مين اللي هيبت في القضيه، لجنه الانضباط ولا لجنه التحكيم؟ يا نهار اسود يا نهار اسود. لما يرد علينا يعني احنا قاعدين نقول نستنى لحد يوم 21 ابريل، نستنى لحد يوم 21 ابريل الحل والرد هيجي في لحد 21 ابريل، الرد هيكون يوم 21 ابريل، ولما 21 ابريل جه مش عارفين اساسا انهي لجنه هي اللي هتبت الملف. يا نهار اسود ومنيل ب 60 نيله عليا وعلى اثنين المنيله. يا لهوي يا لهوي والله العظيم يا لهوي يا مستهوي، الراجل حرفيا ما جالوش رد مين اللي هيبت في الملف. واضح انهم مقدمين ملف قوي واضح. ده لازم يتسع صدره. الضغط الموجود في وسائل الاتصال الاجتماعي وايضا من خلال بعض الاعلاميين، وانا اعتقد انه حتى انتم كجهه مسؤوله في الاتحاد ساهمتم في هذا الضغط لانكم لم تذكروا السيناريوهات المتوقعه، الجميع ينتظر. والله العظيم الراجل ده جاب الخلاصه.
انتوا ما ذكرتوش اي سيناريو متوقع، يعني انتوا ما قلتوش للناس ايه اللي ممكن يحصل اساسا، يعني انتوا مستندين على انهي ماده في القانون بحيث المباراه تتعاد، ولا مستندين على ايه بحيث الحكم يتعاقب، او ايه السيناريوهات اللي الناس ممكن تتوقعها علشان كده الموضوع خد حجم اعلامي اكبر من الحجم الاعلامي اللي كان النادي لازم ياخده. الراجل ده سال سؤال في الجون حرفيا، سؤال بقى لنا شهر ما حدش بيقدر يتكلم فيه. والله العظيم الراجل ده مش بيقل، الراجل ده مش بيسال، الراجل ده بيكسب جبهات حرفيا والله، اللي هو طالما لو لجنه الانضباط اللي هتبت في الملف مفيش حاجه اسمها اعاده مباراه. فهل عندكم سيناريوهات متوقعه تقولون للشعب الجزائري؟ هل تنتظرون اعاده مباراه؟ هل تنتظرون اقصاء معين من خلال الملف الذي قدمتموه حتى الناس تنتظر شيء واقعي؟ والله العظيم الراجل ده جاب الخلاصه، والله العظيم الراجل ده حرفيا جاب الخلاصه بجد. انتوا عايزين ايه من الملف اللي انتوا قدمتوه؟ ايه الهدف بتاعكم من الملف اللي انتوا قدمتوه؟ الكلام ده الواحد المفروض ان ده بجديات، بس اول مره اسمعها بجد، والله اول مره اسمع بجد صحفي محترم في منظومه بيسال سؤال زي ده. يا نفسي اشوف هيقول عليه، هيرد ازاي؟ اعتقد غير واقعي، هذا هو سؤالي. بلاش غير واقعي ده، عشان المره كلها بقول غير واقعي، الناس بتعمل سوالف باشتراكات والناس بتزعل، بلاش الكلام ده، هيعتبروك من الخونة والناس اللي كارهة البلد ومن الناس اللي ما عندهاش أمل. طلب منك احتمالات وطلب منك تارجت، انت اللي هتطلع احتمالات ولا هتطلع تارجت؟ انت عمال تديله رؤوس مواضيع. قول الاجابه الواضحه والصريحه، انتوا هدفكم ايه من الملف اللي قدمتوه في الفيفا؟ هدفكم اعاده مباراه ولا هدفكم ان الحكم يتعاقب؟ طبعا يا عم صالح من الاخر انت عمال تلف وتدور. يلف ودور كتير، يلف ودور كتير. واضح يا استاذ صالح انكم قدمتم ملف لمجرد تقديم الملف فقط لا غير. انا مش شايف لك اجابه واضحه، مع ان الراجل سؤاله واضح وصريح، ايه هدفكم من الملف اللي انتوا قدمتوه في الفيفا؟ مفيش حاجة اسمها ملف بما فيه، انت الملف بتاعك مستند على ايه؟ ما هو انت برضو عمالين للأمانة تدوا أمال وتدوا طموح للجمهور وتقولوا للجمهور كلام، واحنا عملنا واحنا سوينا واحنا جبنا خبراء تقنيين وجبنا خبراء قانونيين، وفي الآخر من كلامك كده انت عمال تلف وتدور. اتبعت من زمان يا استاذ صالح، الناس بتزعل لما بقول لك الكلام ده، بيقول لك ان انت بتتكلم على بالي هو عشان تخطط تجيب مشاهدات، بس الكلام واضح وصريح. على فكره الفيديو ده يعني اثناء ما كنت بتفرج عليه او اثناء ما اتبعت لي كان قبلها بخمس دقائق، فالفيديو ده حرفيا ممكن يكون ما كملش ساعه، انا بتكلم على فيديو ما كملش ساعه من المتحدث الاعلامي للاتحاد الجزائري. ثواني بس عشان انا عايز اعدل الحته دي.
الكلام اللي بيتقال على السوشيال ميديا، ولا لينا دعوه بالناس اللي مشهوره على السوشيال ميديا، ولا لينا دعوه بعرف مشاكل، ولا لينا دعوه باي حد. ملناش دعوه باي حد، لينا دعوه بس بالملف اللي احنا قدمناه. واضح ان الملف اللي انت قدمته انت والاتحاد بتاعك فاضي. بالظبط. لكن الاتحاد الدولي لم يرد يعني ولا ب ما ينفعش، ده استعبار الجزيره كره القدم. يعني لماذا؟ والله العظيم استعبار. لا انا مش عايز اقول لك كلمه تجيب على الفيديو عدم عدم اعلانات. ايه ما تقولش للجمهور دي، اللي هو احنا ما كناش ممكن نقول للجمهور. لا ده من حق المشاهد ومن حق المواطن انه يكون في شفافيه في الاعلام بتاعه، في شفافيه، في مصداقيه. ده من حق الناس، من حق المواطنين، مش حاجه حضرتك بتدي جميل من عندك. يعني انت حصل في مأساة في مباراة الجزائر والكاميرون، انت كاتحاد فشلت انك تثبت حق المنتخب الجزائري، وكمان طلع تقول ان انا همن عليكم اقول لكم الحقيقة. تمن ايه؟ ده الناس بقى لها اسبوعين هتتجنن على السوشيال ميديا، وعمالين يسمعوا كلام من يوتيوبرز، وعمالين يسمعوا كلام من ناشطين سياسيين، خلاص شايبهم وحاسسهم ان يوم 21 ده هو يوم القرار المعهود. تيجي انت تقول لي النهارده ان انا مضطر ان انا يبقى في شويه شفافيه؟ انت مش عايز ما فيش شفافيه دلوقتي؟ ده انت سايبها عايم بقى لها شهر حرفيا. انت عارف انت بتقول ايه اساسا؟ يعني انت عطيت للناس ان يوم 21 هو اليوم اللي الاتحاد الدولي لكره القدم او لجنه الانضباط او لجنه التحكيم هتبت في ملف اعاده المباراه، ولما جيت اتسالت يوم 21 ايه كان الرد؟ قال لك ان انا مش عارف اساسا انهي لجنه هي اللي هتبت في الملف. انت عارف انت بتقول ايه؟ وفي الاخر طلع تقول ان مش معنى يوم 21 ان هيبقى في ايام غير يوم 21. اللي هو انت بتستهبل حرفيا. مش عارف اقول ايه، بس هو الناس راحت الحاجات بعيده قوي. ولما الواحد كان بيقعد يتكلم بواقعيه كان بيقول لك ان انت الشاومي. بس انا كنت بقول يا جماعه واضح ان الاتحاد الجزائري لا يملك اي ادله ضد بكاري جسامه. بس للاسف الشديد بعد كلام صالح بيعبود ده واضح ان الاتحاد الجزائري ما قدمش ملف محترم اساسا. انا كنت لما بقول كده كان الناس بيقول لك حاقد وحاسد ومش عايز الجزائر يصعد. يا جماعه واضح ان الاتحاد العاجز ده صعب ان هو يدور على اي حاجه فعلا ممكن تعيد المباراه. الاتحاد الجزائري عاجز بشكل ان هو مش عارف انا اللي هيبت في ملف مباراه الجزائر والكاميرون، مش عارف انا لجنه في لجان الفيفا اللي هتبت فيهم. انت فاهم الليفل اللي انت فيه حرفيا؟
انت رحت لحته بعيده قوي، وفي الاخر لما رجعت لقيت نفسك لسه واقف في نفس المكان اللي انت بدات فيه السباق. يعني السباق كان بادئ بقاله اسبوعين، والموضوع راح لحته ان خلاص في ادله راحت للفيفا وخلاص الموضوع يوم 21 هينتهي. وفي الاخر لما رجعنا لكلام المتحدث الاعلامي للاتحاد الجزائري اثبتنا ان احنا لا لسه واقفين في نفس التراك، لسه ما بداناش اساسا، اللي هو احنا بعتنا للفيفا. طب المهم بعتولناش قالوا لنا مين اللي هيختص في دراسه الملف، هم بعتولناش قالوا لنا اي حاجه. مش معنى 21 ان هم 21، مش هنبيع الوهم للناس، ده الناس بقى لها اسبوعين ثلاثه عايشه على الوهم. مش عارف اقول لك، مش عارف بعد كل ده اقول لك لايك او سبسكرايب، مش عارف. الله يكون في عونك، واضح الموضوع جدا صعب معاك، الله يكون في عونك، واضح ان الموضوع مستحيل بالنسبه لاداره زي دي ان هي تعرف تجيب حق منتخب الظلم في الملعب، صعب.